الآن إن شاء الله تعالى في طريق العودة عبر جنوب الغرب لتركيا، ونحن الآن نخرج من إسطنبول باتجاه الحدود اليونانية بحول الله وقوته، ليلا لتفادي الزحام في الطرقات السريعة. هذا فقط في إسطنبول. نحن في مشارف في حياة بلدية هالكالي باغلنتي، أو طريق هالكالي باغلنتي الموجودة على في شرق في غرب إسطنبول. كما تعرفون أن إسطنبول مقسمة إلى بلديات لتخفيف المركزية، وكل بلدية فيها كل المرافق الضرورية إدارية كانت أو غيرها لتخفيف الضغط على وسط المدينة. لذا إسطنبول ليس لها سنتر، مدينة ليس لها يعني سنتر، يعني ليس لها مركز، فكل البلديات هي مراكز ذاتية لنفسها. الآن متجهون إن شاء الله تعالى نحو الحدود اليونانية. أمامنا 200 كيلومتر إن شاء الله، حوالي 200 كيلومتر للوصول إلى الحدود اليونانية بإذن الله وقوته، لإنهاء هذه الرحلة من سويسرا عبر دول البلقان ثم إسطنبول ثم العودة عبر اليونان فإيطاليا ثم سويسرا إن شاء الله تعالى. الطريق السريع مدفوع الثمن، من بين الطرقات السريعة مدفوع الثمن هنا في تركيا إن شاء الله تعالى. وبعد 500 متر سنخرج من هذا الطريق السريع إن شاء الله إن شاء الله تعالى. هنا الطرق السريعة الدفع يكون Dans 300 mètres, restez à gauche à l'embranchement, puis suivre à Dimkeuil et Dirne. Restez à gauche à l'embranchement. Continuez pendant 1 km. 200 ليرة أو 300 كما تريد وتتعبأ أوتوماتيكيا، بعدين لما تفرغ أو رصيدك ينتهي تعبئها في بريد أو على الطرقات السريعة، موجود مكاتبهم على الطريق السريع. حالة ما إذا لم يبقى لك رصيد يعطوك فرصة لتعبئتها على الطريق السريع إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لنا سفرنا هذا ويطوي عنا بعده. اللهم أنت صاحب السفر، الخليفة في الأهل والمال. اللهم أسألك من سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ونحن في العودة سنقول أيبون عائدون حامدون لربنا عابدون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نحمده ونشكره ونسأله سبحانه وتعالى حفظه وستره وتيسيره، إنه ولي ذلك. Dans 300 mètres, restez sur la file de gauche et suivre Satulka et Dirne. Restez sur la file de gauche. Dans 500 mètres, rejoindre votre groupe à Otoyulu au 3. أصور فقط الكاميرا الجو برو بيدي، لذا فممكن تكون هناك اهتزازات أو الفيديو ليس بي. اخترت الخروج ليلا من إسطنبول لأن لو خرجت في النهار المسافة التي قطعتها منذ بداية الفيديو حتى الآن 8 دقيقة 6 دقائق و 8 دقائق، هذه ممكن لا أقطعها في ممكن ساعة أو أكثر، لأنها زحمة كبيرة جدا. نعم.
نسأل الله التيسير. وهذا طريق المطار كذلك، من أراد أن يذهب المطار فهذا طريق المطار. نسأل الله التيسير والتوفيق والحفظ والسداد، إنه ولذلك هو القادر عليه. أشكر خاصة جزيل الشكر وكل امتنان وكل شرف بمعرفة الأخ جمال الجزائري من النرويج الموجود هنا في إسطنبول، صاحب الشركة العقارية والمطعم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظه ويستره ويبارك له في ماله وأهله وصحته، فهو نعم الرجل، والله نعم ما لقيت في حياتي، نعم الرجال. أسأل الله العظيم أن يجمعنا في دنياه إن كان في العمر بقية، وإلا فإنا نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يذلهم في تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. التقينا في الله وتفارقنا فيه، وإنه نعم الرجل ونعم الأخ سبحانه وتعالى. سبحان الله. نحن الآن خرجنا من إسطنبول تقريبا، وهذه بلديات أو مجمعات تجارية أو مجمعات صناعية في ضواحي إسطنبول، غرب إسطنبول المدينة. سنتوقف بعد كذا كيلومتر من أجل البنزين، أخذ قطع من قسط من الراحة إن شاء الله تعالى. لذلك من حين أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى في مقطع آخر لإتمام هذه الرحلة إن شاء الله تعالى، وهو طريق العودة إلى سويسرا. السلام عليكم. نقترب من الحدود التركية اليونانية، وهذا أظن أنه مستشفى أو شيء من هذا القبيل، ضخم جدا. إيش هذا؟ ممكن مستشفى أو ما أدري إيش ما هذا. سنبدأ الإجراءات مع الحدود التركية ثم الإجراءات مع الحدود اليونانية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم، إلى الملتقى إن شاء الله. الآن خلصنا من الجوازات التركية، رسميا نحن خرجنا من تركيا. الآن سنتجه إلى الجوازات اليونانية إن شاء الله تعالى، ننهي الإجراءات ونتوقف للاستراحة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. بعد صلاة الفجر أخذ قسط من الراحة قبل ذلك. الحمد لله نحن نجتاز هذا الجسر بين الحدود التركية والحدود اليونانية. زرنا اليونان من قبل، منذ أكثر من 3 سنوات، وها نحن نعود إلى اليونان مرة أخرى، دولة أخرى جديدة في رحلتنا هذه من سويسرا إلى تركيا عبر البلقان، ثم العودة من تركيا إلى سويسرا عبر اليونان وإيطاليا إن شاء الله تعالى. ابقوا معنا، سنوافيكم بكل جديد إن شاء الله. حياتي لكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا الآن في الأراضي التركية على ما أظن، وسندخل الآن إلى الأراضي اليونانية، ونرى الآن أمامنا العلم التركي والعلم اليوناني. هنا الجيش التركي.
جنود الجيش اليوناني. دخلنا اليونان، لم يطلبوا منا الآن عدم التصوير، ولم تكن هناك أي لافتة لتمنع هذا، فنواصل التصوير حتى نصل إلى نقطة الحدود. لعلمكم الحدود اليونانية التركية حدود متوترة نوعا ما منذ أمد بعيد، ولكن العلاقة طيبة بعد زيارة متبادلة، زيارات متبادلة لرؤساء البلدين ولبعض المسؤولين، وهناك تبادل تجاري كذلك، وليس بالحجم الذي هو بين تركيا ورومانيا مثلا أو دول البلقان. حجم التبادل هنا نوعا ما قليل ولكن موجود. نصل الآن إلى معبر الحدود اليونانية وسنبدأ الإجراءات التي لم تأخذ مني في الحدود التركية إلا بعض الدقائق، ولكن ارتحت قليلا وهكذا. المكان كما مررنا عند دخولنا لتركيا لتنظيف أو تعقيم السيارات والشاحنات، ستبدأ الآلة بتعقيم. لم تشتغل لم تشتغل في اليونان واشتغلت في تركيا عندما دخلنا تركيا. وداعا تركيا، مرحبا بنا في اليونان، رحلة جديدة ودولة جديدة في هذا الفلوغ، رغم كما قلت زيارتنا لها من قبل. ونحن الآن في الاتحاد الأوروبي. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.